كل احنا شفنا انه يوميا عندنا حوادث انقلاب وتصادم، هذه ايضا 90% اقول من عدتها هي سبب التهور لدى السائقين والسرعه على حساب انه العمل واخذ. وحاسبنا بعض الناس عاتبونا ليش تحاسبون السواق، ليش دور السواق خطيه اللي يشتغلون. حقيقه الحوادث اللي صارت سببها مباشر السائقين، سببها ايضا انه محافظة واسط هي مساحتها أكبر من 3 محافظات مجتمعة من محافظات الفرات الأوسط، لذلك أنه عدد الموجود من الأجهزة الأمنية لا يتناسب مع المساحة الكلية للمحافظة. وبهذا الجانب حتى تعزز المحافظة، محافظة بها منفذ حدودي، محافظة بها حقول نفط، محافظة بها الآن شركات كبيرة تعمل في مجال البنى التحتية، تحتاج إلى قوات أمنية جديدة. ومن 2011 إلى الآن لم تدخل أي منتسبين جدد أو دماء جديدة للأجهزة الأمنية وخاصة أجهزة الأمن الداخلي. لذلك قدمنا مقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تشكيل قيادة عمليات لمحافظة واسط وتعزيز المحافظة بقطاعات من الجيش. هذه المحافظة محافظة كبيرة، ونعتقد إذا ما تم تشكيل قيادة عمليات مشتركة راح تعزز الأمن، راح تعزز أيضا مسك الطرق الخارجية اللي عندها في المحافظة، ومهم جدا تفعيل شرطة الطرق الخارجية، وهذا يكون لها دور كبير في حماية الناس وتقليل الحوادث وأيضا المشاكل اللي الآن تواجهنا. دائرة المرور بذلت جهود كبيرة، لكن عدد المنتسبين مرور لا يتجاوز 500 منتسب، لا يمكن أن يحققوا الاكتفاء الكبير في حجم سير المركبات يومياً.